بغيت نعمل لكم لايف وتفكرت بلي عندي شي الحويجات في اللاباد خصني نشرهم، فقررت نشر الحويجات اللي عندي في اللابادوره. فهمتوني دابا ولا ما فهمتونيش؟ خصني نشر الحوايج. اوكي، بالنسبه للمحسدين والمغيرين والخنزات والمسخات اللي كيقولوا عليا بلي انا مشات ليا لاطاي، شوفي نقدر نكون ام نولت بالي نهضروا نتفقوا على واحد الحاجه، غنتفقوا انا وياك اليوم على واحد الحاجه. هذوك البارات المسخات اللي كيقول لك انا مشات ليا لاطاي، مالنا اختي؟ اش من لاطاي مشات ليا؟ عندي لاطاي حسن منك انت اللي ما والداش، باقي حتى ما ولدتي كتقيلي نهار كله وانت تاكلي في الخرا يا وجه الخرا. المهم علينا بلا ما نخسروا الهضره، انا ما فهمتش بنادم، بنادم مريض نفسيا اكتئابيا وحمرويا، الناس كتقول لي مشات ليا لاطاي، واش دابا انت؟ انا سبحان الله العلي العظيم كنعترف بها، كنقول بلي ربي خلقني عوره ما كنشوفش مزيان، انا ما تنشوفش مزيان بحق الحاجه اللي ما تنشوفهاش مزيان بغيت نشوفها تنقرب مزيان وتنشوفها. انت يا اختي ما تشوفيش مزيان، ديري النظاظر، ديري العدسات، ديري اللونتي، ديري الجوالق باش تعلمي تشوفي مزيان. بحق ما تجيش بديك الطريقه الاهانيه وتقولي لي انني انا مشات ليا لاطاي، حيت تقولي لي مشات ليا لاطاي نقدر نزبزب عليك، نربرب عليك بزاف عليك، فهمتي؟ جيتيني مع كورونا فيروس، مع كورونا فيروس ما تنخرجش، كما كانش كورونا فيروس وتشوفي اختي عندي الخدامه اللي تقابل لي بنتي 20 دالورو الساعه حتى 30 دالورو الساعه، ما عنديش مشكل نمشي لاصال وتشوفك فترجع عليا لاطاي. وبلا داكشي اللهم لك الحمد ربي درها لكم على قد فمكم وفقسكم، حيت شي الخنزات سحاب ليهم انا، واعوذ بالله من قلت انا طبعا سحاب ليهم انا ملي غنولد غادي نرجع مهشكره وغادي تبقى لي الكرش وغادي نتهرهر. شوفي الحمد لله الانسان عنده عينيه يحكم بهم. ما علينا، اوكي بالنسبه للكرش، الكرش باقي شويه عندي متنفخه كلارو بوركي اختي ان شاء الله ولدت، وباقي عندي شويه ديال الانتفاخ كيف ما تشوفوا. قبل من هاد الكريشه هادي كانت عندي شويش هكا، من مورا ما ولدت كانت عندي شويش، يعني كانت عندي حتى لهنا منفخه، الحمد لله دابا كتمشي وتهبط، باقي لي شويش يعني باقي لي شويه ديال الانتفاخ من هنايا ومن هاد البلاصه هادي فين ندير العمليه. بالنسبه للترمايا، وجه الترما انا بزاف عليك، انا ترمتي الحمد لله باقي ليا كما تشوفي وعاد كبرات ليا اللهم لك الحمد، كبيره بزاف لواحد الدرجه اللي انت ما غتصوريهاش. شتيها وشتيها ولا نعاود نوريها لك؟ لا ما عنديش مشكل انا نوريها لك مزيان، ها هي شتيها؟ شتي نحيد السروال؟ واش نحيد السروال؟ لا بلاش ما غنحيدوش، ما بغيتش نحيدو حيت كاين شي المكابس هنايا، انا ما عنديش مشكل. فقبل ما تبقاي تهضري وتخسري الكلام مع لالاتك، سدي داك الفم سمعتيني، سدي عندك شي نهار نفلعصك، انا تنقولها لك كل يدخل سوق راسو. ما تجبدونيش عباد الله، راني دايره عقلي داخله سوق راسي، اللي غيجبدني يلقاني، انا كنقولها لكم. انتما ما يصلحش معكم داك الفيديوهات النقيه والسلام ميسا موريس، يصلح معكم عي السلام يا ولاد القحاب، وجبدوني عليكم جبدوني تلقاوني يخ على بشر. شنو غنهرس عليكم هذا الايفون؟ تفو تركت البق. المهم اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في لايف لايف جديد مع ساري كل، دابا لقيتوني غنجبد الحوايج باش نشرهم. ما علينا، سبنت حوايجات بنتي في اللابادورة اليوم. اوكي عندك غير تنوض ليا البنت راها ناعسه دابا، الا ناضت فعلا غنسد لكم والله وغنمشي. المهم بغيت نهضر في واحد الموضوع، فتجمعوا شويش باش نتحتو فيه مزيان على ما نشر انا الحوايج. وحبيبة ديالي عجبوني رجاليك، ايوه
من الشتاء. حنا اليوم في الليل بيتها كتشتي حتى الصباح عاد مشات. العب 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 يا سيدي. الفوط كنستعمل الفوط بزاف البنتي. اوف مصيبه هذه. شحال الحوايج. بزاف. والبنت باقا صغيرة والحوايج كلهم شيء غريب. المهم نحشيو حوايجنا. خليني نصب لك مع الاخرين. يا ستا اوف دابا خصني نمشي نشرى هاد الحوايج وخصني نديكم معايا مشاكل. عيبتوني حتى خلعت بنتي. Thank you.
كل عندي في البيت. المهم نخلي الباب محلوله باش اللي بكات البنت نسمعها. دوش لي على باقي منزل هنايا الباني وعاد خصني ما علينا. في واحد العطش ما عادش شنو نشرب.